سيول كبيرة تقطع الطرقات العامة بردفان، وآلاف المسافرين عالقون في بلة والملاح، وكذلك غزارة الأمطار تتسبب بانقلاب شاحنة في إب. إليكم كل التفاصيل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تتدفق سيول الأمطار بغزارة على رباعيات مديرية ردفان بمحافظة لحج بقوة كبيرة، حيث من الله تعالى بأمطاره على معظم مديرية محافظة لحج، مما أدى إلى قطع طرقات الخطوط العامة خاصة الرابط بين محافظة لحج والضالع، حيث لا زال المئات من المركبات والمواطنون عالقون في منطقة الملاح بردفان إثر السيول الكبيرة التي جاءت في الخط العام منذ المغرب وحتى اللحظة. وقد بادرت اللجنة الاقتصادية والجهات المختصة بمديرية الملاح في فتح الخط العام واستخدام المعدات للقيام بمساعدة المواطنين العالقون هناك. وكما تسببت الحفريات وغزارة الأمطار بانقلاب شاحنة في إب، وقال مصدر محلي بأنه نتيجة للحفريات وغزارة الأمطار انقلبت دينا محملة بالبضائع في طريق إب مشورة. ويذكر أن منخفضا جويا يضرب جنوب البلد محملا بأمطار غزيرة منذ بداية الشهر الفضيل، خاصة المناطق الشمالية من مدينة عدن